هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. أنا عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور أصاب القرية المصرية دون أن يطورها، ده اللي دايما أنا بتكلم عنه، إن احنا بنشوف كل الخدمات اللي موجودة في المجتمع المصري موجودة داخل القرى المصرية ولكنها خدمات غير مكتملة، وده للأسف وضع المواطن في القرى المصرية. عانى من الأمرين لمدة عقود، بيتكلم دايما على طرق، بيتكلم على خدمات، على مياه للشرب والصرف الصحي، بيتكلم على تعليم جيد. هذه الخدمات موجودة، ولكن مع الزيادة السكانية المفروض ان احنا بنزود في الخدمات اللي بنوفرها في هذه الاماكن، ودي خطة الدولة للتنمية. النهاردة احنا بنشوف ان الدولة عندها خطة بتنفذ فيها مشاريع تنموية خدمية للقرى المصرية، وليها خطة زمنية ايضا. بنتابع تنفيذ بعض هذه المشاريع، بنتابع البدء في عدد كبير منها. في النهاية عارفين ان الدولة عندها خطة عشان تنمية هذه الاماكن، وان الخدمات اللي احنا كنا بنقول عليها تطور اصاب القرية المصرية دون ان يطورها تصبح حقيقة وخدمة ملموسة للمواطن في هذه الاماكن. قدر الدولة المصرية في هذا التوقيت ان تتحمل مشاكل موجودة من عدة سنوات طويلة، وأن تقوم بالتنمية والتطوير في هذه المرحلة. من أهم الخدمات داخل الريف أو داخل القطاع المصري التعاونيات، قطاع التعاون الزراعي. نشأة التعاون هي من أجل خدمة الفلاح المصري، وفكرة التعاون جت من أن احنا كفلاحين ومزارعين دايما إيدينا في إيدين بعض، بنحاول نساعد، بنحاول نخدم، بنحاول نشوف ايه هي الامكانيات اللي موجودة ونتشتغل من خلالها. مفيش حد يبص ان دي ارضي او ارض جاري، ده التعاون. وجود التعاونيات والجمعية الزراعية مهم جدا. اولا الفلاح دايما بيقول انا ما بثقش غير في المستلزمات او مستلزمات الانتاج اللي بتوفرها للدولة، حاجة الحكومة، حاجة وزارة الزراعة. طب اذا ما لقاهاش في الجمعيه هيلاقيها فين؟ في الاداره الزراعيه ممكن، وممكن يلاقي بعض الخدمات جيده جدا، لكن الجمعيه الزراعيه اللي هو بيقول عليها بيته وبيت الفلاح، من باب اولى ان هو لما يروح يحتاج اي مشوره او دعم فني او خدمه ملموسه، اذا كانت ارشاديه او اذا كان سلعه هيستخدمها من مستلزمات الانتاج في ارضه، يلاقيها موجوده في الجمعيه. طب بعد مرور سنوات طويلة وبعد أن تطور العالم، الدنيا كلها اتطورت، حتى شكل القرية المصرية فيها خدمات ما كانتش موجودة من سنوات، طبيعة الحياة داخل الريف المصري أيضا تطورت، هل الجمعية الزراعية قدرت فعلا تطور من نفسها وتشوف الدنيا بتتقدم إزاي وتشتغل في ظل التحديات الحديثة اللي ظهرت؟ النهاردة الفلاح ما بقاش كل هم مشكلة سمات فقط، الراجل ده بيكلمني على مخصبات زراعيه، الراجل ده بيقول لما اجي اشتري مبيد انا عايز اجيبه من الجمعيه عشان يبقى امن وعلشان اقدر استخدمه داخل الارض الزراعيه وانا عارف ان ده مش مخشوش. احنا دايما بنكلمه على اصناف مرتفعه الانتاجيه، مقاومه للامراض، مبكره النضج، طب هو ليه ما يلاقيهاش في الجمعيه؟ طب الهيكل الوظيفي والعاملين بهذه الجمعيات يقدروا فعلا يوفروا هذه الخدمات؟ ما هو انت لازم يكون كمواطن بيقدم خدمة في هذه الجمعية تمتلك مقومات تنجحك، على الأقل تتدرب على كيفية التعامل مع المخصبات الزراعية، مع المبيدات، يبقى عندك معلومة. في جمعيات اشتغلت وطورت من روحها، واحنا صورناها ووضحنا قبل كده الأنشطة اللي بتقوم بيها، من أنشطة متعلقة بالتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان، من صيدليات للأدوية بالنسبة للدواجن والثروة الحيوانية، بالنسبة لتوفير أصناف من البذور والتقاوي، في ناس اشتغلت.
لكن لسه في جانب كبير جدا محتاج مجهود، ومحتاج ان احنا ندفع فيه دفع الى الامام، وان التطوير يبقى تطوير حقيقي في الاداء وفي الخدمة المقدمة للفلاح المصري، لان هي الجمعية الزراعية جزء من هذا الكيان، جزء هام جدا. اي زيادة في الخدمات المقدمة هتعود على القطاع الزراعي بالنفع. ده اللي احنا نتمنى نشوفه في القريب العاجل، اذا كانت القوانين النهاردة بتتيح للتعاون ان هو يتحرك بصورة اكثر رشاقة، فاحنا المفروض كمان كعاملين داخل هذه الجمعيات الزراعية نمتلك هذه المهارات ونقدر ان احنا نطور من ادائنا. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.